من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه شعر بحزن شديد بعد مقتل 3 رهائن عن طريق الخطأ برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. لكن نتنياهو قال إن الضغط العسكري على حماس ضروري لإعادة الرهائن وضمان النصر على حد قوله. وكشف نتنياهو عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الأسرى بعد لقاء رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي مع رئيس الوزراء القطري التي تتوسط بين حماس وتل أبيب.